وهو مأمور بأن يبغضها على دينها مع بقائه في معاشرتها. وهذا أمر معتاد جدا. أو أقول لك، كل من يغتصب امرأة بيحبها ولا يعاشرها فقط؟ يعاشرها من أجل جسدها فقط ولا يحبها في الحقيقة، ومع ذلك لأنه لو كان كذلك لما آذاها. ومع ذلك فيمكن وجود المعاشرة الجنسية دون حب، فهذا ممكن ومأمور هو كما ذكرنا بأن يبغضها. فتترك النصوص القاطعة: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروحنا. تتركه تعمل فيه إيه؟ ماذا تصنع؟ الموالاة أصلها المودة والحب عند كل أهل اللغة. والله يقول: ومن يتولهم منكم فإنه منهم. تعمل فيها إيه؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. تعمل فيها إيه؟ ماذا تصنع في هذه النصوص؟ يقول لها أنه يبغض دينها بلا شك، لابد أن يبين لها أنه يبغضها على دينها ويبغضها من أجل أنها كافر، وإن كان يحسن عشرتها حتى يكون ذلك سبيلا لإسلامها. لأن ربنا أجاز نكاحهن فقط ولم يجز محبتهن على أديانهن أو رغم كفرهن. لو دخل البيت ما يبدأش بالسلام، يبدأ أولاده، أو يبدأ لو فيه له أولاد مسلمين يقول السلام عليكم، يعمم الكلام للجميع وهو يقصد المسلمين فيه. وإلا فهذه أحكام عامة. ما هو يدخل بيته لأن الأصل عندنا أن هم مسلمات، لكن لو كانت كتابية لما يخش ما يسلمش، ما يبدأهاش بالسلام، هي تحييه، هي تبدأ وهو يرد.